وينضمنا من عدن مدير مكتب قناة الغد المشرق صلاح العاقل، هل لديك أي مستجدات صلاح حتى هذه اللحظة؟ أكيد لما ذكرنا والعاصفة على سيارة مفخخة نوعها متوسطة صلاح الصوت غير واضح وهناك وش، سنعود إن شاء الله إليك قريبا ريثما يتم إصلاح العطل الفني. حاضر. تسمعني صلاح؟ أسمعك، أنا أسمعك بوضوح. أيوة يلا أكمل الآن صوتك واضح أكمل. نعم، هو تأكيدا لما ذكرناه في نشرات سابقة أعلنت في بيان رسمي لها قوات العاصفة والحزام الأمني أنها تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة كانت على مقربة من موقع الانفجار السابق الذي استهدف اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج في منطقة خور مكسر، تحديدا في جولة بدر. السيارة التي ضبطت وفككت من قبل قوات العاصفة هي نوع دينا متوسطة الحجم، كانت مفخخة ومعدة للتفجير على خط رابط ما بين منطقة الشابات ومنطقة جولة بدر. هناك الآن أيضا إحصائية من قبل جهات رسمية في مكتب الصحة تؤكد أن عدد الذين سقطوا شهداء حتى الآن من المدنيين قد وصل إلى 5 شهداء وأكثر من 10 جرحى، كلهم إصابتهم خطرة وهي إصابات أغلبها كانت في الرأس من المواطنين الذين كانوا بالقرب من موقع الانفجار الذين كانوا على متن حافلات الأجرة. عدد الذين استشهدوا أيضا من موكب القائد صالح السيد هم 2 من المرافقين العسكريين، وهناك أيضا 3 جرحى حتى الآن من القوات التي كانت تؤمن موكب اللواء صالح السيد، الذي صرح بتصريح له لقناة الغد المشرق أنه خرج سليما وتوعد المنفذين بالملاحقة وناشد أيضا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المتورطين بأعمال التفجير وزعزعة الأمن في العاصمة عدن. نعم نعم صلاح، كنت معنا مدير مكتب قناة الغد المشرق صلاح العاقل، شكرا جزيلا لك.